السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم. يوم 26 من رمضان 1444 من مدينة الرياض، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الليلة يا أخواني هي ليلة 27 رمضان، فعلينا أن نحرص على صلاة التراويح وعلى صلاة القيام. هذه الليلة من آكد الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، أحرصوا بارك الله فيكم على قيام هذه الليلة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لقيام ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أحرصوا بارك الله فيكم أثناء قيام هذه الليلة على الإخلاص في الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أحرصوا على الدعاء لأنفسكم ولوالديكم ولأبنائكم ولجميع المسلمين، وخصوا أموات المسلمين بدعوة فهم في أمس الحاجة إلى دعائكم. ولا تنسوا كذلكم الدعاء لولاة الأمور. ولاة الأمور من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب يرضى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.